درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر وجد نبيل من قناة دروس ببلاش، فابقوا معنا. فيديو اليوم لطلاب تانية إعدادي مكملين مع بعض يونت 1 ليسنز 3 and 4 coming home، الوحدة الأولى، الدرسين الثالث والرابع، العودة إلى المنزل. ولكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو ياريت تكون مشترك معنا في جروب تانية إعدادي دروس ببلاش كل المواد على الفيسبوك، هسيب لك الرابط في صندوق الوصف، هتستفيد من جميع المواد في هذا الجروب بالإضافة إلى كمان كوكبة من المدرسين في جميع المواد. هكرر وأقول لو حسيت إن الفيديو طويل شوية يا إما تتحمل الفيديو للآخر يا إما تحضر الفيديو على مرتين، تمام كده؟ لأن إحنا بنقول كل الكلمات، هنقول أجزاء الريدنج، هنقول كل التعبيرات، ونحل كل التدريبات الخاصة بالدرسين الثالث والرابع، وبعد كده جزء الجرامر، وبعد كده حل تدريبات عليه، وبعد كده تدريب شامل على الدرسين الثالث والرابع. يعني ما تتوقعش كده أقل من 40 دقيقة. Are you ready؟ يلا نبتدي. طبعا اللي متابعنا في كتاب المعاصر يفتح الكتاب صفحة 36 page 36. عندي vocabulary، مجموعة من الكلمات، عندي key vocabulary، الكلمات المفتاحية. طبعا احنا اتفقنا بقرا لك الكلمة مرتين، والكلمة اللي باللغة العربية قدامها أنا مش محتاج أقولها بالعربي، لكن أنا عايز أركز لك على النطق باللغة الإنجليزية. Attractive، attractive. طبعا لما تلاقي ADJ يعني الكلمة دي adjective، adjective يعني يا مستر وجدي يعني صفة. Large، large. Terrible، terrible. Poor، poor. Railway line، railway line. Prison، prison. Profile، profile. Feed، feed. خلي بالك feed يعني يطعم، يأكل، لكن كلمة eat يعني يأكل أو يتغذى، علشان ما تلخبطش بين feed و eat. Share، share. لما أقول لك اعمل share للبوست ده أو share للفيديو ده لأصحابك. Tap، tap يعني صنبور أو الحنفية يعني. Typical، typical. Village، village. طبعا عندنا هنا N يعني noun، لما تلاقي N يعني noun والV يعني إيه؟ يعني verb. عندي lesson 3 كلمات الدرس الثالث. Article، article. Text message، text message. بعد كده research، research. Clear، clear. Picnic، picnic. Watermelon، watermelon. Include، include. Knife، طبعا عندنا الكي سايلنت. Suggest، suggest. Carry، carry. طبعا الماضي بتاع carry carried قلبنا الواي الى اي ثم اضفنا اي دي. Life، life. Life يعني حياة. Lives يعني حيوات او حيوان كجمع باللغة العربية طبعا. يبقى lives، خلي بالك تتنطق lives. اذا كانت verb اللي بقول لك he lives مثلا، he lives in Cairo، هو يعيش في القاهرة، اذا كانت verb تنطق lives، he lives in كذا. لكن life اذا كانت حياة الجمع بتاعها lives اذا كانت noun. garden، garden. goats، goats. lesson 4 adventures، adventures. train، train. خباك إذا كانت verb يعني يتدرب يتمرن، إذا كانت noun يعني قطار. together، together. move، move. change، change. beginning، beginning. travel، travel. road، road. ending، ending. describe، describe. نكمل مع بعض conjugation of irregular verbs، تصريف الأفعال غير المنتظمة. الأفعال الغير منتظمة يا مستر وجد يعني الأفعال اللي هي الماضي بتاعها ليس بإضافة إيدي. وخلي بالك لو بصيت على حرف الآي دلوقتي هتلاقي لينك كده هو رابط، أنا مجمع لك كل الأفعال، تصريف الأفعال غير المنتظمة لتاني إعدادي الترم الأول كله.
تصريف الافعال غير منتظمه والكلمات ومعانيها وعكسها في فيديو منفصل هتشوفه دلوقتي في رابط في صندوق الوصف. عندي present, past, past participle. طبعا عندي المضارع الماضي التصريف الثالث. عندي no, new, known. طبعا عندنا الكي سايلنت. forget, forgot, forgotten. bring, brought, brought. اما الكلمات والعكس بتاعها بقى خلي بالك ده عندك لازم يكون عندك حصيله لغويه كبيره جدا علشان وانت بتحل كده ما تحسش انك تايه يعني. عندك الورد اند مينينج والعكس يبقى الكلمه معناها عكسها اوتسايد المعنى outdoor عكسها انسايد. attractive means beautiful عكسها ugly. large it means or the same meaning as big small العكس. near close يعني بتساويها far from. بعد كده trouble بتساوي او زي معناها زي bad. بعد كده عكسها ايه؟ عكسها good. نيجي بعد كده study these definitions. واحد يسألني يا مستر رجدي طب انا احفظ دي؟ احفظ الحاجات دي؟ اقول لك ما تحفظهاش يعني انا عايزك تفهمها اكتر ما تحفظها لان احنا مش هنقول لك سمعها. ولكن عندك مثلا كلمه زي prison. prison خلي بالك prison غير person. person p e r s o n يعني شخص لكن دي prison يعني سجن. السجن ده بيقول لك ايه؟ a place where people go when they do something wrong or bad. يعني ده المكان اللي الناس بيروحوه لما يعملوا حاجه خطا او حاجه سيئه يبقى ده السجن. احنا مش هنقول لك عرفه ولكن انت لما تعرف تقرا الكلام لما اقول لك مثلا a place where people go when they do something wrong or bad is called يدعى يسمى وتفتح قوس يجي لك اربع كلمات. طالما انت عرفت تترجم دول يبقى هتعرف المعنى يبقى المكان اللي بيروحوا الناس لما بيعملوا حاجه خطا. يبقى ده عندك يجيب لك يفتح قوس يكتب لك prison يكتب لك اي اماكن اخرى ثلاثه تاني وانت تختار المعنى. عندي railway line خط سكه حديد the metal road that a train travels on. عندي poor يعني poor عكس rich. poor people without enough money are this او not having enough money يعني ما عندهمش فلوس كفايه to live well لكي يعيشون بشكل جيد. attractive means beautiful nice to look at مش محتاجه يعني مش هتتحفظ يعني احنا بنقول لك الديفينيشن بتاعها بالانجلش يعني كلمه بالانجلش هو المفروض اصلا ما اتكلمش عربي خالص في الفيديو لكن الوردز دي they have the same meaning I define them. define them يعني انا بعرفهم. large means big terrible means very bad. feed هنا as a verb خلي بالك feed as a verb give food to a person group or animal يطعم او يغذي. خلي بالك يطعم هنا انت ممكن تحط ضم على الياء وال يطعم وكسره تحت العين يطعم لكن ايت يتغذى او ياكل. عندي tap tap التك على الب شويه دي tap غير tablet t a b for book دي t a p for pen. tap something you turn on or off to get water يعني حنفيه يبقى هنا ايه دي tap. بعد كده عندي جزئيات reading و listening بقى مش عايزين نفوت حاجه بقى علشان كده الفيديوهات بتاعتي انا مطوله شويه فانت عاوز تستفيد للاخر كمل. عاوز تاخد اي كلمتين وخلاص كده لا انا مش من النوع ده. عندي reading on lesson 3 SP page 6 يبقى دي جزء reading على الدرس الثالث درس رقم 3 وبعد كده SP page 6 students book كتاب الطالب صفحة 6. lives around the world الحيوات اللي جمع حياة يعني around the world على فكرة عشان ما تقولش دي lives ما تقولش ايه lives. عندي نقرا مع بعض tell us about your life قول لنا عن حياتك what are your hobbies and interests خلي بالك الكلمات دي مترجمه تحت قول لنا عن هواياتك واهتماماتك what's a typical day in your life اليوم النموذجي في حياتك what job do you want to do one day الوظيفه اللي انت تحب تشتغلها وتعايز تعملها في يوم من الايام.
عندنا شهانة، شهانة دي من الهند، بنت أمورة كده جميلة زي ما احنا شايفين في الصورة، بنت من الهند. هتقول لنا بقى شهانة شهانة شهانة، يعني مش هتفرق كتير. My name is Shahana. I'm from India. أهلا بك يا شهانة. I live in a village. أنا بعيش في قرية with my parents، مع والدي. parents اللي هو father و mother يعني. وبعد كده my brother and my sister، يعني هي وأخوها وأختها ووالديها. I share a room with، خلي بالك أي حاجة في حروف جر تك عليها شوية. I share a room with my sister، أنا يعني أنا وأختي بنشاركها في أوضة واحدة يعني مع بعض. We all get up early، بنصحى بدري. There is an outside tap، في حنفية كده بره البيت. At the end of the street، في نهاية الشارع. Where، حيث المكان الذي، في الحتة دي. Where we live، My mom gets water from the tap every morning، يعني ماما بتجيب أو تحصل على المية من الحنفية دي كل يوم الصبح. Then we all have breakfast، كلنا بنفطر سوا. We have bread، نتناول الخبز. With a cup of tea، وكوباية شاي. My dad works in a shop، وبابا والدي بيعمل في إيه؟ في محل. I have two jobs to do when I get home from school، في حاجتين أنا بعملهم لما برجع البيت من المدرسة. I feed the chickens، بأكل الفراخ. Then I help my mom make dinner، وأساعد مامتي في تحضير العشاء. After dinner بقى، بعد العشاء. I do my homework، برافو عليك يا شهانة. I do my homework، بتعمل واجب. Sometimes I help my brother and sister to do their homework، يا سلام شاطرة، يعني بتساعد مامتها وتساعد اخواتها وتعمل واجباتها، يعني ما شاء الله. يعني لو كل الناس زي شهانة دي يعني ما شاء الله. I help my brother، بساعد اخويا واختي to do their homework too. Then I go to bed، وبعد كده خلاص بقى انت تعبتي خالص يا شهانة كده يعني ايه، وتتفضلي تنام وتصبحي على خير. عندنا جزء تاني، عندنا ده جزء listening، خلي بالك احنا بناخد جزء reading جزء listening. عندنا on lesson 3 is page 7، يونس and grandma. يونس بيتكلم: grandma يا تيتا، ازيك عامله ايه وحشتيني. have you got a watermelon، عندك بطيخه؟ قالت له: بطيخه، الله بطيخه في الصيف ده جميل قوي. grandma بتقول له: yes I have it's on the table، على الترابيزه. يونس: can I have some please، I like watermelon، انا بحب البطيخ وانا كمان بحب البطيخ. grandma: yes of course we need a knife to cut it، احنا عايزين سكينة عشان نقطع البطيخة. يونس: shall I help you to cut it، ممكن اساعدك. shall I، خلي بالك هناخد الحاجات دي بالتفصيل دلوقتي في جزئية الجرامر. shall I help you to cut it، ممكن اساعدك ان احنا نقطعها، نقطع نقطع السكينة، نقطع البطيخة. grandma: thank you يونس but be careful، خلي بالك يا حبيبي تعور نفسك. but be careful with the knife، خلي بالك من السكينة، خلي بالك انا بحط دواير وحاجات خطوط كده اهو، لان انا متاكد ان احنا هنقابل الحاجات دي بعد شويه. بي كيرفول ويز. نيجي بعد كده للقصه الجميله، قصه اطفال السكه الحديد. خلي بالك انا كنت ناوي ما اقراش الحته دي واخليك تقراها، بس قلت يلا مفيش مشكله 10 دقايق زياده في الفيديو اتحملها انت، لان دي قصه بصراحه جميله. The Railway Children by E. Nesbitt. عندنا هنا The Railway Children، أطفال السكة الحديد. خلي بالك من القصة دي جميلة وهنستفيد بيها من الكلمات طبعا. عندي It is the 1900s، اللي في ال 1900 يعني 1900 وكسر كده، يعني في القرن كده بداية القرن العشرين يعني. روبرتا، her younger brother Peter and their little sister Phyllis live with their parents in London. ناخد الحتة دي بالراحة كده. روبرتا وأخوها الصغير بيتر وأختهم الصغيرة فيليس عايشين مع والديهم اللي هو البيرنتس يعني في لندن. They have a big attractive home with a large garden. عندهم بيت جميل كده، الله، في جنينة كبيرة. One terrible day، في يوم كده سيء كده ربنا ما يعيده تاني يعني. Two men، في رجلين كده، take their father away from home، خدوا باباهم من البيت. راحوا بيه فين؟ معرفش، شكلهم واخدين السجن ولا ايه. The children do not know where he is going or why، الأطفال مش عارفين هو رايح فين ولا ليه. طيب اللي هي الجزئية دي يعني. عندي the children move from the city with their mother to a small house near the railway line، الأطفال يعني عزلوا أو انتقلوا من المدينة
مع مامتهم لبيت صغير بالقرب من خط السكة الحديد. ذا فاميلي طبعا دلوقتي أصبحوا فقراء، أسرة بلا عائل، أين رب الأسرة؟ The family are poor and life is very different for them. والحياة يعني أصبحت الفقراء والحياة مختلفة بالنسبة لهم. The children have lots of adventures near the railway line. يعني الأولاد كانوا بيعملوا مغامرات كتيرة في قرب من السكة الحديد. A kind old man، في راجل كده عجوز لطيف كده هو، who travels on the railway every day becomes their friend. واحد كده بقى صديق الأسرة يعني، راجل لطيف عجوز كده اهو. The old man helps the family in many ways. يعني الراجل العجوز ده بيساعد الأسرة يعني بشتى الطرق، بأكثر من طريقة. He helps their father too، وبرضه ساعد باباهم. الله ده شكله طلعه من السجن ولا إيه؟ Because their father is in prison. لأن باباهم في السجن for something he didn't do، لحاجة لم يرتكبها خطأ، يعني اتحبس كده من الآخر كده ظلم يعني كفارة. المهم finally في الآخر their father comes home، باباهم رجع البيت. The family is so happy، العيلة مبسوطة تاني. To be together، to be together يعني يكونوا مع بعض مرة again at last في الآخر. عندي general notes on reading and listening. خلي بالك من الحاجات اللي انا بقولها لك دي، خلي بالك دلوقتي حوالي يعني داخلين على كده 17 دقيقة تقريبا، ولسه بنقول يا هادي اهو، يعني لسه تلت الفيديو ما خلصناش. general notes on reading and listening، ملاحظات عامة على ال reading وال listening. عندي أول حاجة forget. forget يعني ينسى، خلاص مبدئيا ده الفعل. عندي حاجة اسمها forget to ويجي بعدها مصدر، ينسى أن يفعل شيئا. لما أقول لك حسن forgot to bring the food for the picnic، خلي بالك ينسى أن يفعل شيئا، راحوا الرحلة حسن نسي يجيب أكل، يبقى يشتروا من الكانتين بقى، صرف نفسك بره، احنا ما جبنا لك، حسن ما جابش أكل يا جماعة، لازم نعاقبه. الجملة التانية بقى forget وبعد كده verb plus ing، المعنى شوية مختلف. ينسى فعل شيء، يعني ينسى حاجة يكون عملها، يعني يكون عملها. خلي بالك المرة الأولانية ما جابش أكل، لكن هنا حسن forgot bringing the food for the picnic، يعني حسن نسي إن هو جاب أكل للإيه في الرحلة يعني. يعني هو جاب بس نسي، زي ما تقول كده جاله زهايمر يعني. يعني هو في الجملة التانية جاب بس نسي ان هو جاب. يا جماعة ده انا معايا في الشنطة بقى على جنب كده اهو، معلش اعذروني انا نسيت يعني، بس بجد بجد انا جايب لكم اكل جامد يعني. خلي بالك دي الجملة التانية، لكن الجملة الاولى هو ما جابش، ده الفرق بين الاتنين. عندي suggest. suggest يعني يقترح، ويجي بعده verb plus ing او جملة. عندي جملتين. he suggested going to Luxor، يعني اقترح انه الذهاب الى ايه، الاقصر. عندي هي suggested واللي يجي بعدها جملة that، وبعدين جملة، جملة فاعل، فعل بقى وتكملة الكلام. that we should go to Luxor. نيجي لحاجات مهمة، خلي بالك كل حاجة بتتقال مهمة، يعني مش شايف حاجة بسيطة كده نعمل سكيب عليها. عندي country، عندي the country بتساوي the countryside. أولا مبدئيا كلمة country يعني دولة، لما اقول لك ايجيبت از اي بيج كونتري، يعني مصر بلد كبيره. فرانس اند ايطالي ار اوروبيان كونتريز. اما ذا كونتري بتساوي ذا كونتري سايد اللي هي الريف. ذا كونتري بتساوي ذا كونتري سايد. اي بريفير ليفينج ان ذا سيتي تو ليفينج ان ذا كونتري. انا بفضل المعيشه او العيشه في المدينه عن اللي هي ايه، المعيشه في الريف. خلي بالك اي بريفير ليفينج ان ذا سيتي تو، خلي بالك حرف جر ده. عندي ليتل. ليتل يعني برضو ليها اكثر من معنى، اذا كانت صفه فبنستخدمها بمعنى صغير السن والحجم، خلي بالك وتسبق الاسم. I lived in America when I was little. هنا ليتل بتساوي يونج. I lived in America when I was young. young. الجملة التانية. I saw a little girl in the street. انا شفت بنت صغيرة كده في الشارع. تمام كده، مش هنقول بنت قليلة يعني، مش هيبقى قليلة يعني. عندي القليلة بقى اللي هي الجملة اللي جاية دي، أو الليتل التانية. الليتل هنا adjective اللي هي بمعنى قليل، ويأتي بعدها اسم لا يعد. خلي بالك she has got a little milk in her glass. نيجي بعد كده 6 year old. 6 year old التركيبة دي حاجة اسمها الصفة المركبة، حاجة بنستخدمها كصفة قبل الاسم.
بمعنى ذا او ذات الست سنوات. 6 year old 7 year old. خلي بالك انا ما قلتش years لان دي في شرطتين كده بين العدد يعني بعد العدد وبعد year في شرطة تانية. دي الستركتشر ده التركيبة دي يعني ولد او بنت او ايا كان ذو السادسة من عمره مثلا. My 6 year old cousin يعني ابن عمي ولا ابن خالي اللي سنه 6 سنوات is here and he wants to play a game with me. تمام كده؟ طيب عندنا حاجات جميلة تاني قبل ما نخش في التدريبات دلوقتي بعد مرور تقريبا داخلين على 21 دقيقة. Important expressions and prepositions. تعبيرات وحروف جر هامة. أي حاجة بقى في حروف جر حط عليها دايرة وانت تذاكر كده، اقعد دندن مع نفسك كده وتستمتع كده وانت بتذاكر، ما تبقاش كده يعني ايه متنش، لا يعني ذاكر براحتك كده زي ما انا بشرح لك كده قاعد براحتي كده واسجل لك يعني. At the beginning of يعني في بداية، هتلاقي فيهم حرفين جر اهو. عندي تيك سبيس اواي فروم، لما الراجلين خدوا باباهم بابا الاسره دي اواي فروم ذير هاوس. بعد كده كيرفول وذ، حريص بشان، خلي بالك من كذا. اسك فور، يطلب، خلي بالك حروف جر. دو سمثينج رونج، دو مش ميك، خلي بالك انا بقول لك دو مش ميك عشان لما تيجي بعد شويه ما تقولش ما خدتهاش. ات ذا اند اوف، دي عكس ات ذا بيجينينج اوف. فلاف يعني مليء بي. In many ways، بعدة طرق، بشتى طرق. Share with، يتشارك أو يتقاسم مع. Do a job، do a job. خلي بالك كلهم كده الله أعلم كلهم في حروف مجر عدا إيه؟ عدا do a job بس، هي دي الأخيرة يعني. يعني تأكد تماما أي حاجة في الـ important expressions and prepositions بيبقى أكتر من 90% من اللي قدامك في prepositions، ولا يخلو اي درس من اللغه في اللغه الانجليزيه من البريبوزيشنز، ولا تخلو جمله من البريبوزيشنز. جمله كده محترمه كده اهو لازم يكون فيها بريبوزيشنز. ما يلا بينا يا مستر وجدي دلوقتي 22 دقيقه نبدا نحل. اكسرسايز اون فوكابولري، خلي بالك احنا لسه ما دخلناش على الجرامر. تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. عندي هنا طبعا اللي متابعنا من كتاب معاصر، انا قلت كتاب معاصر ولا لا؟ يعني اشتغل معانا من كتاب معاصر. open your book page 42. our new house is in the country near a railway line letter number house. طبعا خدني خلي بالك اختبار الكلمات ده بيبقى من الكلمات اللي احنا قلناها يعني خدناها، يبقى railway line اللي هو خط السكه الحديد. my uncle has a space in his garden to water his plants. عندك tap، عندك tape، lap، تاب. عندك طبعا هنا تاب اللي هي ايه اتفقنا اللي هي الحنفيه او ايه او السنبور. نمبر 3، I live in a city but my grandparents live in a small space in the country. village، island، playground، court. انا بعيش في مدينه ولكن اجدادي بيعيشوا في small ايه، يبقى اكيد small village، قريه صغيره في الريف. There was number 4. There was a space railway accident in Sohag last year. Happy، terrible، excited، proud. طالما في حادث يبقى اكيد الحادث ده حاجه بعد الشر علينا وعليكم يعني، يبقى terrible. Number 5. I do the same things at the same time every day in my space day. terrible، attractive، intelligent، typical. انا بعمل نفس الحاجات في نفس الوقت كل يوم ده in a typical day، in my typical day. بعد كده farmers يعني المزارعين او المزارعون. space their animals every day. mind، send، feed، lend. ارجع للكلمات هتلاقي ان كلمة feed يعني يطعم او يغذي، mind يعني يمانع، send يعني يرسل، lend يعني يسلف او يعير. نيجي بعد كده الجزئية اللي جاية دي، خلي بالك ما زلنا في الكلمات. عندي نمبر 7، she helps her mother feed the space on the farm. hippos، foxes، goats، fish. بتساعد مامتها انها تاكل ايه في المزرعه. خلي بالك مش الهيبوز طبعا، الخرتيت والفوكسز الثعلب، وبعد كده الجوتس. عندنا الجوتس طبعا فيش لا. نمبر 8، shall I help you space your books؟ no thanks. ممكن اساعدك ان انا اشيل الكتب يعني، نو ثانكس، لا شكرا. يبقى هنا كاري، في تراي، في كراي، في هاري. نكمل مع بعض هذه الجزئيه يا مستر وجدي. نمبر 9،
It has a large space full of flowers and trees, garden, fountain, time, factory. الحاجة اللي فيها يعني حاجة حاجة كبيرة مليانة بالورود والزهور في والأشجار. طبعا عندي garden, عندي fountain, عندي time, عندي factory, عندنا هنا دي طبعا garden. بعد كده عندي number 10, I space the same room with my brother at home, dive, deliver, share, live. طبعا هنا share, طبعا هي share لما قلنا share with يعني يشارك مع او يتقاسم مع. نكمل الجزئية برضو خاصة بالكلمات, the old man's space gives me more information about his life, box, letter, profile, email. يعني عايزين نقول الصفحة او الحاجة البروفايل بتاع الشخص ده العجوز ده بيدينا اكثر معلومات اكثر عن ايه, عن حياتي. I did a or an space about the dinosaurs online for a science lesson, article, research, picnic, profile. طب انت بتقوم بعمل بحث زي المشروعات البحثية فاكرين. I did a research, طبعا الان دي لا, انا اخد a research هو ان ليه, ان علشان لو كنت هتختار article بس عشان يبقى تبدأ بفاول. Number 13, we travel to many countries to have a lot of space, adventures, gardens, roads, lives or lives. تمام, طيب يبقى we travel to many countries to have a lot of, يعني بنسافر لكثير من البلاد to have a lot of a of adventure. خلي بالك الجزئية اللي بعد كده language notes, expressions and prepositions, انا قلت لك خلي بالك الحاجات اللي فيها prepositions مهمة جدا. You should be careful space the knife, خلي بالك من السكينة تعورك يا حبيبي. You should be careful of, to, with, on. ارجع كده للصفحة اللي قدامها, للصفحة اللي قدامها, انا عايز اتأكد اللي قدامها بالظبط. الصفحة اللي قدامها صفحة 42 هتلاقي careful a, careful with. برضو نفس الكلام 15, it's polite to say sorry when you space something wrong, انك تبقى مؤدب ومحترم كده لما تعمل حاجة غلط. Have, help, make, do. طبعا دي سهلة, دي يمكن اسهلهم, when you do something wrong, برضو في الصفحة اللي قدامها. The police took the thief away, space his home to prison, from, at, to, on. طبعا برضو كل ده متاخد من الاكسبريشنز والبريبوزيشنز اللي احنا قدامها قلناها. نيجي مستر وجدي على جزء اللانجوج اللي هو الجرامر, وده جزء سهل على فكرة. أجزاء الجرامر إلى حد ما كلها شبه معادة, يعني حاجات يعني مش جديدة قوي, ومع ذلك احنا بنقول لك كل حاجة برضو ونحل أسئلة كتير. عندي asking questions with have you got أو can أو shall. Have you got, طبعا عندنا حاجة اسمها have you got و has you has, فعندي have وعندي has. إذا كانت has بتبقى تيجي مع الفاعل هي أو الفاعل هي أو she أو it. has تلات حروف تاخد تلاتة, هي أو she أو it. ممكن اقول لك has your father got a blue car, عند والدك سياره زرقاء. طبعا اذا جاوبت بيس هتقول yes he has, yes ممكن تكون اجابه كامله yes he has got a blue car. ممكن تقول no he hasn't فقط, وممكن تقول no he hasn't got a blue car. have اربع حروف تاخد اربع, هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه. have تاخد I, we, you, they او اي اسم جمع. عندي have وبعد كده الفاعل وبعدين got. خلي بالك has مرتبطه بgot و have مرتبطة بجات, عشان لما نيجي نصحح يعني. Any cousins؟ قالك yes I have. خلي بالك ممكن تقول yes I have فقط, وممكن تكتب الإجابة كاملة yes I have got, وتقول عدده مثلا yes I have got five cousins. ممكن no إذا كانت إجابة منفية, no I haven't, وبرضو عايز تكمل الإجابة كاملة no I haven't got any cousins. نيجي عندي can. can يعني إيه يا مستر؟ can يعني هل. كان اصلا اذا كانت مش بالسؤال, انا بيبقى كان يعني يستطيع, I can read English مثلا, بس هنا بنجيبها في السؤال. كان وبعدها subject, وبعد كده subject اللي هو الفعل يعني, وبعد كده المصدر. لما اقول لك can you climb a tree, خلي بالك سالتك بكان, جاوب بكان يا اخي. can you climb a tree, yes I can. لو انت ما تقدرش قول no I can't. الكلام ده كان بتعبر or when you ask about ability. ability يعني المقدرة. وبرضو ممكن تستخدم كان في نوعية الأسئلة اللي فيها question word. تابع معايا شوية. الquestion word ده اللي هو فيه ايه, what, where, when, how old, how can. يعني بص يعني اللي اي question word اللي هي ايه اللي متعرف عليها.
What can you do أحمد؟ ماذا تستطيع أن تفعل يا أحمد؟ What؟ وبعد كده كان، وبعد كده الفعل، ثم الفعل فعل مصدر سادة من غير زيادة. تقدر تعمل يا أحمد؟ فبيقول I can lift these heavy bags. كلمة lift يعني يرفع. تيجي حاجة تانية بقى، asking for something، طلب شيء معين، عايز أطلب حاجة. كان ممكن تقول can I، can you، وهكذا تكمل عادي. بس أهم حاجة المصدر هنا، can I have ice cream please، ممكن أخذ ice cream لو سمحت. طبعا الطرف الآخر يرد عليك no you can't، خلي بالك الايس كريم مش كويس على صحتك، تتعب حبيبي. no you can't. طب ليه no you can't؟ ليه؟ ice cream is not good for you، الايس كريم مش كويس علشانك. عندي شال، شال دي برضو لتقديم الاقتراحات، في حاجة اسمها تقديم اقتراحات وفي حاجة اسمها تقديم مساعدات او المساعدة. يعني اذا انا عاوز اقترح على حد ان نعمل حاجة معينة، اقول shall we، هل ممكن نعمل كذا؟ فانت بتقول hi shall we play، shall we زائد الفعل في المصدر، خلي بالك shall we play a game next weekend. ممكن انا بقترح يا جماعة على نقترح، ممكن نلعب game next week. طبعا ممكن agreeing or disagreeing، لو في موافقة yes that's a good idea، فكرة جميلة، let's go to the park tomorrow. أما إذا كان الرفض no I can't، أنت بترفض يبقى في سبب، no I can't I'm busy، no I'm sorry، سيدي اطلع بحجة، أي حجة أنت عاوزها، I have a lot of homework، وهكذا. عندي offering help، offering help اللي هو تقديم المساعدة، shall I مصدر، shall I help you to cut the watermelon، الجزء اللي احنا قرناه من شوية، ممكن اساعدك او اساعدك نقطع البطيخ، يلا يا ريت ناكل مع بعض. accepting the offer، لو انت قبلت العرض تقول thank you Eunice but be careful with the knife، دي نفس الجملة اللي قلناها من شوية. اذا refusing the offer، لو رفض عرض المساعدة هتقول thanks، انت واحد بيعرض عليك مساعدة بس انت بتعتذر له، لا شكرا انا اقدر اعمل الحاجة دي بنفسي، يبقى thanks I can do it myself or I can do it by myself or on my own أو thanks I don't need any help. ما تيجي يا مستر وجدي نحل تدريبات على الجرامر، وخلي بالك ده في لسه تدريبات كده كاملة شاملة عامة على الدرسين الثالث والرابع علشان تكون خدت كل حاجة بأمانة. Exercise on language choose the correct answer from A, B, C or D. خلي بالك الحاجات دي سهلة أوي، يعني اشتغل مننا وقت. عندي number one space you got that game called odd one out، يعني انت عندك اللعبة اللي هي اللي اسمها odd one out، طالما فيها got يبقى مرتبطة بhas او have، خلص الكلام. طالما عندنا you يبقى have you got، طبعا مش هيبقى do you got، can you got، did you got والكلام ده كله. اول ما تشوف got دور على has or have برضو، ماشي، وعلى حسب الفعل. Number two, of course you can، مصدر سادة من غير زيادة، you can space to my house later، comes came coming come، طبعا الفعل في المصدر come سادة من غير زيادة، مش هكرر الكلام ده تاني لان coming في ing وcame الماضي وcomes في s. Number three, shall I، مصدر يا مستر وجدي، shall I space you some water، brought brings bring bringing bring، طبعا اصل هي الاجابه جايه على لساني بصراحه، يعني shall I bring، shall I مصدر، اوعى تقول لي انا ما اعرفش شكل المصدر ايه، هتقول لي لا، هتقول لك تقول لي bring، اقول لك لا يا حبيبي دي فيها ان جي، لا يا باشا دي فيها اس، لا يا حبيب قلبي ده فيها دي بود دي ماضي. نكمل مع بعض. نمبر 4، space I have a glass of water please، ممكن اخد كوباية مية لو سمحت، انا عطشان، انا بحط كوباية مية جنبي صراحة يعني عشان انا بعطش يعني. can have did had، طبعا ده اهو يبقى كان دي سهلة او. can I have a glass of water please. number 5، have you، اول ما تشوف have you اجري على got، a watermelon grandma، get gets got getting، have you got. بعد كده what shall I space for you، اعمل ايه عشانك، ممكن اقدم لك ايه مساعدة. what shall I مصدر، طالما انا قلت لك مصدر كده انا حلتها لك، بس انت لازم تكون عارف الحل، ده امتحان مجمع قنا فرشوت 2021. did does done do what shall I do.
بعد كده عندي has he got an umbrella no he طالما سألك بهاز جاوب بهاز وقال لك no يبقى no he hasn't. على فكرة الإجابات بتيجي دايركت على طول يعني. عندي number 8 space we eat here حسن yes that's a good idea. خلي بالك ده اقتراح كده هو ممكن ناكل هنا يا حسن فكرة جميلة. دي الجملة رقم كام دي؟ دي الجملة رقم ايه؟ 8 يبقى shall يبقى عندي ايه shall. بعد كده نمبر 9 can you carry this heavy box no I طالما سألك بكان بس انت جاوبت بنو يبقى no I ايه no I can't. بعد كده عندي space you help him with his homework ممكن تساعده في الواجب بتاعه have can does are يبقى هنا can you. have you ما ينفعش حاجة اسمها have you help ولا does ومش معاها you ولا are اطلاقا. نيجي بعد كده اكمل مستر وجدي نمبر 2 complete the sentences with the correct form or word of words of the word or words in brackets. عندنا كلمات كده اهو نمبر 1 فيها خطا ودي برضو سهله جدا shall I space helps you to cut it. shall I مصدر خلص الكلام يبقى shall I help. عندي بعد كده نمبر 2 space have your father got a computer a computer. خلي بالك your father دي كأنها he ومفيش حاجة اسمها have he يبقى الإجابة has he. خلي بالك انت خليك محضر الإجابة قبل ما اتكلم انا لان دلوقتي احنا داخلين 37 دقيقة اوعى تكون زهقت. لو زهقت اعمل pause للفيديو وارجع لي بعد شوية. number 3 can we sit next to the window ممكن نقعد جنب الشباك. no you طالما نو يبقى نو يو كانت بس هنا مكتوبه نو يو نوت كان يبقى اظبط الشكل يبقى نو يو كانت. بعد كده عندي نمبر 4 وات يو هاف جوت ان يور باك. انا عايز اقول لك طب انت عندك ايه في شنطتك. طب لما كنا بنسال بالكوستشن وورد وات هاف او هاز وبعد كده الفاعل وبعدين ال وات هاف والفاعل وبعدين جوت يبقى وات يو هاف يبقى ما ينفعش يبقى لازم نقول وات هاف يو. What have you got in your bag? عندي بقى كده نمبر 5 did Abdullah play chess. مفيش مشكله الجمله بس الاجابه هنا yes he can. جاوبت بكان يبقى اسال بكان خلص الكلام. عندي نمبر 6 space هو انا كنت احلها كده I shall get you a drink. I shall get you a drink. خلي بالك ده سؤال طالما السؤال هنا يبقى لازم تجيب shall هنا وبعدين تجيب الفاعل يبقى shall I get. Shall I get you a drink? بعد كده number 7 can you مصدر خلص الكلام can you helping me please. اوعى تقول لي ما اعرفش ازعل منك يبقى can you help. بعد كده number 8 shall we space to have lunch together good idea. ده اقتراح بقى جميل shall we مصدر. طب يا مستر وجد ما هي مصدر. لا يا حبيبي مش مصدر هو انت تو دي خلي بالك تقول لي محشوره في قبل هاف دي ما ينفعش يبقى لازم تقول شال وي ايه شال وي هاف. ما تيجي نحل يا مستر وجدي تدريب عام تدريبات عامه على الدرسين الثالث والرابع جنرال اكسرسايز. عندي لون برتقاني يقيس الاندرستاند افهم ابلاي طبع الاصفر ده وعندي الموف كرييت ابدع. لما كل ما تشوف العلامه العلامه دي برتقاني اندرستاند افهم بقى. complete the following dialogue. عندي دايلوج هنا خلي بالك انسى سنة أولى بقى سنة أولى كنا بنحط كلمة واحدة بس يا حبيبي لكن دلوقتي هتحط جملة جملة. نصيحتي ليك بقى انك تقرأ كله كل الدايلوج كده كله على بعض لوكشة واحدة يعني حلوة لوكشة دي مش عارف جبتها منين يعني مرة واحدة عشان تشوف انت مين بيكلم مين فين ليه والقصة دي. عندي علي تلزع تامر about his new house. علي بيقول تامر عن البيت الجديد بتاعه فعلي بيقول له I moved to a new house يا تامر انا عزلت البيت الجديد يا تمورة يا حبيبي. فتامر بيقول له a new house بجد بجد اكيد يسأله فين هو عشان في سؤال هنا اهو. قال له it's in Alexandria by the sea في اسكندرية على البحر كده. يا بختك يا علي. تامر بيقول له fantastic when did you move there حزلت هناك امتى. هنا هيديله اي ميعاد قديم يعني قبل كده ماضي يعني اسبوع فات شهر فات سنه فاتت بس مش سنه مش توصل لسنه يعني. بعد كده تامر هيساله سؤال فخلي بالك لعل ما يقول له يس ايوه. طب ايوه ايه طالما يبقى قال له يس يبقى السؤال مرتبط بالكلام اللي جاي بعد يس.
Yes, it's a large house with a garden full of flowers. أيوة ده بيت كبير وفي جنينة وورد وحركات وشغل باظات. طالما فيها يس يبقى خلي بالك، بص يبقى تعمل عملية المقص دي، هقول لك عليها بعدين. أو أنت أكيد عارفها يعني من ابتدائي الكلام ده. تامر do you like flowers؟ أكيد. آه كل ده وهيقول له no. أكيد هيقول له yes. My favorite hobby is planting flowers. And you went؟ أكيد هيقول له أنا كمان. نيجي نحل بقى. I moved to a new house تامورا. تامر a new house فين؟ طب أنا عايز أسأل على المكان. طب المكان أسأل على بإيه؟ بوير. بس أقول وير إيه؟ أوير وتسكت؟ لأ. وير أوعى تقول له وير إت إز، لازم تقول وير إز إت. وير إز إت؟ إت اللي هو الهاوس يعني. بعد كده it's in Alexandria by the sea. بعد كده fantastic. When did you move there؟ خلي بالك هنا هتقول كلام ماضي. 2 weeks ago، من أسبوعين فاتوا. عايز تقول 1 week ago شغال، عايز تقول 1 month ago شغال. يعني أنت مش مجبر تجاوب حاجة معينة بس لازم تكون في الماضي. بعد كده لما قال له yes it's a large house، خلي بالك is it big؟ Is it big؟ البيت ده كبير؟ قال له امال ايه؟ Yes it's a large house with a garden full of flowers. بعد كده do you like flowers؟ اكيد هيقول له yes. هيقول له no. بعد كل ده يقول له no. Yes I do. My favorite hobby is planting flowers. And you؟ قال له me too. خلاص بتدلع ترقص يمين وشمال. Me too وانا كمان. يبقى ده الدايلوج. خلي بالك احنا معظم المرات بنحل الدايلوجز كتير، وفي التست ده في الامتحان هيكون السؤال الثاني عليك بخير. نمبر 2 تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. خلي بالك احنا شغالين في الاندرستاند تمام كده باللون ده. نمبر 1 ماي سبيس ار فاذرز اند ماذرز اوف ماي بيرنتس. طبعا خلي بالك دي سهله جدا، الفاميلي ممبرز. عندي جراند تشيلدرن، جراند بيرنتس، بيرنتس، كازنز. هنا ماي ماي جراند بيرنتس الاجداد يعني اجدادي. The opposite of beautiful is. عكس beautiful funny happy busy ugly. يبقى عكس beautiful ايه؟ ugly. بعد كده number 3 space give us milk and meat. ايه الحاجة اللي بتدينا milk and meat؟ lions giraffes chickens goats. خلي بالك طالما انت عارف انا مش هقعد اترجم لك كل حاجة بقى، يبقى هنا ايه؟ goats. بعد كده عندي number 4 the girl helped her mother space the chickens. يعني البنت ساعدت مامتها. feel fail feed fall. feel يعني يشعر، feel يعني يرسب، feed يعني يأكل يطعم، يعني fall يعني يسقط أو يقع. عندي طبعا احنا قلناها الكلمة دي، يبقى هنا feed the chickens. بعد كده number 5 the thieves are always taken away to. الحرامية بقى اللصوص بيتاخدوا لفين؟ ليروحوا فين؟ school hospital prison factory. طبعا هنا بريزن هو السجن. خلي بالك انت لو مش عارف معنى الكلمات مش هتعرف تحل. نيجي بعد كده نمبر 6 this week we are going on a space in الازهر بارك. حديقه الازهر. a picnic flight voyage journey. طبعا طالما في رحله خلويه دي بقى هنا picnic. flight يعني رحله بالطائره، عندي voyage رحله بحريه، عندي journey رحله طويله. بعد كده نيجي اللي باللون الاصفر، اللي باللون الاصفر اللي هو التطبيق اللي هو في جزء جرامر يعني. عندي how did you feel when you spaced to the new house؟ حسيت بإيه لما انت عزلت للبيت الجديد؟ how did you feel when you saw moved carried told؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا moved. نكمل مع بعض number 8 has أحمد a lot of water؟ yes he has. خلي بالك طالما شفت has وعندك هنا yes he has، احنا كده has وفاعل وبعدين عندي get gets getting got، يبقى هنا got. number 9 shall we مصدر. خلاص بقى shall we space to the beach tomorrow. shall we مصدر، اوعى تقول لي ما اعرفش المصدر في دول. went go going goes، يبقى هنا ايه؟ go. انا سامع ناس بتحل معايا، انا متاكد في ناس بتحل معايا او قبل يعني. بعد كده عندي number 10 has حبيبه got a pen. no she. سألتك بهاز جاوب بهاز، بس خلي بالك ده نفي. didn't doesn't can't hasn't، يبقى no she she hasn't. نيجي بعد كده complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. number 1 hi shall we مصدر. خلص الكلام دلوقتي يعني، احنا في الاخر تمرين يعني، اصل مش معقولة يعني بقى لنا كده 45 دقيقة داخلين عليها واوعى تقول لي ما اعرفش. hi shall we مصدر. المصدر ده يا حبيبي تشيل الاي دي بتاع played. a game next weekend، يبقى هنا shall ايه؟ shall we play. بعد كده number 2 have you
طبعا have you got و has she got وهكذا. have you get any cousins؟ طبعا get هنا تبقى ايه got. بعد كده عندنا number three I can ask you some questions please. خلي بالك ده سؤال، طالما هنا سؤال يبقى لازم تبدل can by، لازم تبدل can by عشان تبقى صيغة سؤال. هنا بقى can I، can I ask، can I ask you some questions please. بعد كده طب اشرب ميه بقى، انا قلت لكم بشرب ميه اثناء التسجيل. نمبر 4 do we go swimming it's a good idea. طالما ده اقتراح، خلي بالك طالما اقتراح يبقى تقول ايه shall we go swimming it's a good idea. خلي بالك shall we زي الجمله قريبه من الجمله رقم واحد يعني. بعد كده السؤال الرابع عليكم بخير، يعني write a paragraph of about 90 words on your new house. ده المطلوب حضرتك هتتدرب على كتابة paragraph من 90 كلمة في سنة تانية اعدادي. هسيب لك في صندوق الوصف رابط ازاي تكتب ايميل من 90 كلمة، رابط ازاي تكتب paragraph من 90 كلمة، وممكن نعمل فيديوهات جديدة بعد كده ان شاء الله. وده هتلاقي اجابته في صفحة 357 في نهاية الكتاب. كده حبايبي انتهينا من شرح الدرسين الثالث والرابع يونت 1، نلتقي بعد كده الدرسين الخامس والسادس وننتهي من الوحدة الأولى. وكل عام وأنتم بخير. With my best wishes Mr. وجدي نبيل.